طيب هنا يجي سؤال، هل المنظومة دي بانه بتطبق بس على شخصيات اعتباريه شركات و و و و ولا الشخص الطبيعي انا كفرد عاوز استورد حاجه، افترضنا هستورد عربيه، هستورد اجهزه منزليه ليا، هل اقدر امشي في نفس المنظومه نافذه و اي فندم نافذه مسيطره تماما وكارو اكس وكله الحاجات اللي هي الكبيره، في استثناءات بسيطه معموله لاغراض، يعني مثلا واحد احنا لسه ما دخلناش في الجوي، احنا ده كله شغالين بحري بس في البدايه، في بدايه التطبيق علشان الدنيا تبقى بالنسبه للناس ما تبقاش حاضه قوي، عملنا استثناءات معينه. طب الترانزيت اللي بيعدي وبسرعه ده يلا خليه يعدي، في استثناءين، في ناس استثنينا انهم يدخلوا الاي سي اي اصلا، وفي ناس عملنا الاستثناء ان هو يعالج بطريقه خاصه. ايه بقى الاستثناء؟ يعني مثلا ما حد يبقى جاي من مينا هيوصل في 3-4 ساعات، ما اقدرش اطبق عليه واقول له انت تجيب لي الشغل بتاعك وكل حاجتك قبلها ب 48 ساعه. في حاجات ما تبقاش يعني ما تركبش على الكل، فالاستثناءات دي احنا اشتغلنا عليها كتير. أوكي. في الجوي جاي بقى حاجات اكتر طبعا، لانه ليه خصوصيه اكتر، هو حد بيجيب الحاجه ومستعجل عليها، حد دافع فيها اكتر، فلوس اكتر، وغالبا بتبقى حاجات شخصي، ما بتبقاش فيها تجاره كتير قوي، يعني يمكن الصادرات فيه كتيره طبعا. اكتر يعني بفكر الصادرات، لكن في مثلا ساحه اسمها 35 او المهبط بيسموها، اللي هي الواردات العاجله. الواردات العاجله دي كتاكيت عمر يوم، فدي لو قعدت مثلا لازم يجيبها بالليل عشان ما تبقاش الصبح حر يموت، فلازم تتعامل معاها انك هتخلصها وهي بتجري. النباتات زينه، في حاجات زي كده. لا قدر الله مثلا في يعني ده كله، دي كلها افكار احنا بنطرحها دلوقتي على المجتمع التجاري. بنقعد مع الغرف التجاريه، مع اتحاد المستثمرين، مع اتحاد الصناعات، ونقعد نسمع منهم. طب احنا يا جماعه عايزين ندخل الجوي، قولوا لنا كده تخوفاتكم، يمكن تكون حاجه احنا مش شايفينها. فكل واحد بيبتدي يقول التخوفات بتاعته. ابتدينا تدريب، ابتدينا نعرف الناس بالطريقه، بقى في اونلاين، بقى في تدريب اونلاين، وبقى في تدريب لا حضوري، تعالوا شوفوا. نعمل مثلا ممكن لو حد عاوز يعمل محاكاه لشهاده يتفرجوا ازاي بتتعمل، بحيث ان احنا لما نيجي يبقى في قرار ان احنا نبتدي اللقطه بقى الاختباريه، لان احنا لما اشتغلنا الاي سي اي ما نزلناش وقلنا يلا نشتغل اي سي اي، احنا اي سي اي في 1/4/2021 قلنا يلا يا جماعه اللي عاوز يجرب يتفضل، 1/7 هنعمل الزامي. جم اخر اسبوع من 6 قالوا لا اصل احنا لسه، وكانت الناس مش مصدقه ان احنا نعمل، فناس كتير ما سجلتش، ناس كتير ما اتدربتش، ناس كتير ما استعدتش. فقلنا لهم طيب، فمعالي الوزير استجابه للمجتمع ابتدى يشتغل يوليو 21 وفبراير 22 تمام، ابتدى بقى يقول طيب عاوزين ايه، فقالوا لا عاوزين ناجل التطبيق شويه، فاجلناه وخليناه لغايه اكتوبر. ومن اكتوبر بقى خلاص بقى الزامي واشتغل الحمد لله بجد. يعني احنا في نافذه، اما اول ما اشتغلنا لانها كانت بدايه الميكنه واجهنا مشاكل كتير قوي واحنا بنطبق، لان كان يعني يمكن انا قلتها اكتر من كذا مره في اكتر من لقاء، دايما بيبقى عندنا طريقتين في التطبيق، انك تكتب وتقول انا لازم اعمل كده وتبقى يعني على المسطره، وعلى المسطره يعني هتستنى ما تبقى بيرفكت في كل حاجه وتنزل تشتغل، او انك حطيت قدر كبير من التفاصيل ولكن ليس بالكامل، لان في حاجات قناعه مننا كلنا ان احنا لما هننزل على الارض هنواجه ونخبط في حاجات طبعا كتير، فكان علينا نختار بين المدرستين. فقلنا يلا ننزل، ونزلنا واحنا جاهزين، مش معنى كده ان احنا نزلنا واحنا جاهزين ومدربين الناس، والناس كانت سجلت واخدوا توكن وكل حاجه تمام. اول ما نزلنا سوري ده في الاي سي اي، لكن في نافذه اول ما نزلنا واجهنا مشاكل كتيره جدا، والاعتراض كان كبير جدا، وابتدينا في مطار القاهره، وده كان تحدي بشع لانه كان هو اللي مستعجل، احنا كنا داخلين وكنا فاكرين ان هو البسيط، طلع ان هو التقيل.
اوكي. ورب ضارة نافعة. أما عدينا بالتجربة بتاعته ورحنا بعد كده على أول ميناء بحري بورسعيد كانت هي برضو الأصعب. فإدونا يعني إدونا خبرة، إدونا ثقل في المنظومة. اشتغلنا اللي بعد كده بقى بسرعة، يعني لقينا الدنيا بقى خلاص خدتنا وجريت. بس في البداية لا، أول 6 شهور كانوا صعبين جدا. طب